الافريقيه وصلنا الفاينل وكنا متقدمين لغايه اخر كام دقيقه في المباراه وبره ملعبك يعني ليك اسم وليك هيبه. مصر ليها هيبه في اي حته، في الكوره، في اليد، في السله، في كل حاجه، في افريقيا خصوصا يعني. فلما لقوا الحكايه مش موجوده بقى، مصر بتقع وتونس بتتعادل ثلاث مرات تخش تصنيف ثالث، ومش عارف المغرب الثالث الروح عنده كمان تزيد. اه طبعا قال لك الله ده الدنيا مفتوحه لي بقى. وهو بيفتح على الرابع وبيكسب 3-0، بيصطاد الفرق الصغيره ويعمل عليها ثقه في نفسيه وجماهيريه وكل حاجه، ويخليك انت تعتمد تقول خلاص الجزائر من المرشح الاول هو اللي يكسب. ليه؟ مفتوح الملعب وبيجروا وبيعملوا عرضيات وراجل بينزل، وبعدين التغييرات عندهم، وبعدين يجي في ماتش يروح ملعبك، ودي اهم حاجه بقى. عرفنا ان الجزائر هتاخد البطوله، جه في ماتش كان هو وصل خلاص وكان لعب فرقه ثانيه خالص، ريح كل الناس تقريبا، وراح نازل بفرقه جديده. اهل اللعيبه دي كلها، اشوف زي ما حصل له يوسف عطال ده، وقع منه، كان مأهل البديل جاهز، البديل جاهز، الروح، القوه، نفس الشكل. انت وانا قاعد بلعب فرقه الجزائر دي واتفرج عليهم وهما بيلعبوا، انا لازم ابرمج نفسي جوه السبرنتات دي وجوه الدفاعات دي، وما عندهمش لعيب كلم واحد على انه اتقطعت منه كوره ولا حاجه، لا نجري نجيبها تاني، تتقطع مني اجري اتنين تلاته بيجروا عنده. خلاص بقى مبدا وبقى طبيعه، ده بقت مشكله بقى، ده بقى مبدا وطبيعه مشكله على اي فرقه. هو ما بيكلموش بعض، ما بيشوحوش لبعض، لا يشوحوا للغير، انما نفسهم هم لا لا هم قوه غشيمه جايه متكتله بطياره حربيه زي ما قالوا، الطيارات الحربيه جايه بالجماهير، هم طياره حربيه جايه تاخد الكاس وماشي، وكان لها يعني. فانا بنبارك لهم على الاداء الحقيقه والروح. اللي انا بتمنى ان اي لعيب مصري يتفرج النهارده درس ناهينا عن حالته دلوقتي، هو ده شكل اللاعب اللي عايز بطوله، حتى لو ما عندكش الفنيات العاليه يبقى عندك زي طارق حامد كده الجلد ودي اللي عندي وكل حاجه. هو ده، هي دي الكوره، يعني عندي كوره سريعه اقدر اجري، عايز بقى فردتين سرعه زي صلاح كده، مش انا مش جاي ارقص واحد واعمل ومش عارف ايه واغازل وها وهي، لا الكوره بقت حاجه ثانيه. كوره يعني دخول منطقه الجزاء، كوره يعني اهداف، كوره يعني ابقى انا مقفل وقافل على اي فرقه بتلعب، كوره بسمعتي وهيبتي وتاريخي الكبير بس يترجم زي ما احنا قلنا الاعدادات، لعيبه كويسه جدا على شكل تاني بقى خالص، تواكب هذا المنظر اللي احنا شفناه. الحقيقه اللي بنشكرهم نيجيريا، كوت ديفوار، الكاميرون، الفرقه دي برضو الكبيره اللي خرجت بدري، مالي، حاولت، كل الناس ادت اللي عليها وكانت تبقى عايزه تبقى بوره الضوء، انما لا يصح الا الصحيح. لو تبص على فرقه الجزائر وتشوف اللعيبه بتاعته بتلعب فين كلهم، بيلعب على فينيس واللي بيلعب في جلطة سراي، كلهم محترفين، سته اللي قدامين خاصه السته اللي قدامين اقلهم اللي بيحترف في الترجي مثلا، يعني كلهم لعيبه محترفين. خش بقى بالناحيه الثانيه على السنغال، ساديو ماني والناس دي، يعني هم دول بمناسبه 12 لعيبه، انا بسميهم 12 لعيبه بمناسبه ساديو. بص يا بلال الصوره دي